نحن التطوع والتطوع دربنا بالخير تأخذنا نغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الصوت واضح يا جماعة ندوس واحد بعد إذنكم. طيب تمام جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خير مما نقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في البداية حابب أرحب بحضراتكم، وفي البداية لازم أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ونحمد المولى عز وجل اللي هو كرمنا ولبى دعائنا كلنا أنه بلغنا رمضان. فاللهم لك الحمد يا رب العالمين، وربنا يكتب لنا ثواب هذا الشهر الكريم إن شاء الله بإذن الله، لأن حكمة ربنا يا جماعة اقتضت إن هو يفضل ناس على ناس زي الأنبياء والرسل. ربنا عز وجل فضلهم على سائر الخلق، ومن حكمته كمان اللي هو فضل أماكن عن أماكن. زي إيه؟ زي ما ربنا عز وجل فضل المدينة المنورة ومكة وبيت المقدس عن سائر الأرض، كمان حكمة ربنا اقتضت اللي هو يفضل شهور على شهور. فمن ضمن الشهور اللي ربنا فضلها هو شهر رمضان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل الشياطين. فنتمنى ان احنا كلنا ننهل من هذا الشهر الكريم. انا هبقى مع حضراتكم. انا مين؟ انا عمرو سكر. خلينا ننطلق على طول، عشان انا عارف ان قبل الفطار كل واحد فينا عنده الواجبات بتاعته، القرآن، وفي ناس بتحب تنام شوية، فانا مش هطول عليكم، هننطلق على طول في المحاضرة بتاعتنا. محاضرتنا النهاردة اسمها في اختلافهم فطرة، في اختلافهم فطرة. إن شاء الله بإذن الله على مدار نص ساعة، ساعة إلا ربع، هنتعلم معنى في اختلافهم فطرة. طيب بس إحنا كتير قوي ما بنسمع كلمة في اختلافهم، بنسمع في اختلافهم رحمة، بس الحقيقة إحنا مش هنبعد قوي عن المعنى ده. بس المعنى اللي أنا عايز أوصله في اختلافهم فطرة إن إحنا أحيانا بنعارض الطبيعة. يعني ايه بنعامل الطبيعه؟ في سنن كونيه كده يا جماعه الله عز وجل بيحكم بيها الارض. من ضمن السنن الكونيه دي ان الاختلاف فطره كونيه تظل فينا. بس المشكله اللي احنا دايما بنتصارع عشان لا نقبل الاختلاف. يعني عايز الشخص اللي قدامي يبقى كوبي بيست مني، مفيش اي اختلافات، وده مش هيحصل ابدا. ليه؟ لان كل واحد فينا يا جماعه اتربى بطريقه معينه، درس بطريقه معينه، كبر بطريقة معينة، كان في مكان معين، فكل واحد فينا يختلف عن الآخر. فلازم تتقبل الاختلاف بلغة ووجهة نظر مختلفة شوية، اللي هو فطرة. لازم تعرف إن ده ثابت من ثوابت الحياة، اللي هو الاختلاف هيظل حتى يرث الله الأرض. وما يجيش في ذهنك دايما صورة الصراع، لأن كتير مننا أول ما بيسمع كلمة اختلاف بيجي في ذهنه الصورة دي. لازم عشان اختلف مع الاخر لازم يبقى فيه صراع. ده اللي احنا عايزين نخرج منه يا جماعه، احنا عايزين نختلف بلا صراع، وده اللي احنا هنحاول نتدرب عليه النهارده مع بعض. طيب بس انا مش متاكد ان الاختلاف فطره. طيب تعالى نثبت ده. نثبت ده ازاي؟ بقول المولى عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. طيب في دليل تاني؟ ايوه، الله عز وجل بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. كلمة ولا يزالون يا جماعة لحد ما ربنا عز وجل يرث الأرض هنظل مختلفين. إذا لازم تحط في السوفت وير بتاعك إن الاختلاف فطرة، فما تطلبش من الناس كلها تبقى على نفس رأيك، ما تطلبش من الناس كلها تبقى زيك في طباعك، في أخلاقك، في طريقتك، في تعاملاتك، لأن كل واحد ليه طبيعة غير التاني. والله عز وجل ثبت هذا الاختلاف في القرآن
الكريم، فنتعلم من القرآن الكريم أن الاختلاف فطرة. طيب، مهم جدا إن أنا أعرف أتعامل مع الناس باختلافهم. مهم جدا. في مليونير أمريكي كان ليه كلمة بيقول إن القدرة على معاملة الناس يمكن أن تشترى كالسكر واللبن، وإني على استعداد لشرائها بأكثر من هذا كله. يعني إيه؟ أو بأكثر شيء على وجه الأرض. أنا عايز أوصل لإيه من الكلمة دي؟ عايز أوصل إن أهمية القدرة على التعامل مع الآخر حتى لو كان يختلف عني. طب إحنا نقدر نشتري ده؟ الحقيقة أنت تقدر تشتريه، بس مش بفلوس. تقدر تشتريه عن طريق إن أنت تتعلم آداب الحوار وفن الحوار. والحقيقة كتير قوي مننا بيدور بعيد 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 بعيد، ونكتشف إن كل العلوم دي موجودة في ديننا. يعني الدين الإسلامي لم يترك شيء من القدرات والتعاملات مع الآخر. فالنهاردة هناخد رحلة كده مع بعض، نشوف فيها إحنا ليه بنختلف مع بعض، وليه أحيانا بنتنازع مع بعض، وبعد كده هنروح في رحلة تانية لخطوات الحوار في الإسلام أو آداب الحوار في الإسلام. بس خلينا نبدأ بأول حاجة، إيه أسباب الاختلاف؟ إيه اللي بيخلينا دايما نختلف مع بعض ونتنازع؟ طيب، ده سؤال ليكوا يا جماعة، إيه أسباب الاختلاف؟ ها، ممكن نشارك، نبدأ نشارك مع بعض؟ إيه، أنت نمتوا قبل الفطار ولا إيه؟ آراء متناقضة؟ فرق المعتقدات؟ ممكن اختلاف البيئة، صح، الخبرات المختلفة، ممكن أفكار وعقليات. طيب، أنا هنبدأ بسببين، سببين بيعتبروا يعني أسباب سلبية بتوصل الاختلاف من الاختلاف إلى النزاع. نبدأ بأول سبب. السبب الأولاني بنسميه التقليد الأعمى. يعني ايه التقليد الأعمى؟ بقلد، بشوف فلان بيعمل ده فأنا بقلده، فلان متبني رأي معين من غير ما بفكر فيه، بقلد تفكيره بلا إعمال للعقل. والحقيقة سبب الاختلاف ده القرآن الكريم وبخ الذين يختلفون بهذا السبب في قوله تعالى: لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فقبل ما تتشبث برأي أو وتختلف وتتنازع مع الآخرين برأي معين أنت متبنيه، من فضلك اعمل العقل بالمنطق والدليل قبل ما تختلف بس للتقليد الأعمى بلا دليل وبلا منطق. لأن أنت لو ما عملتش كده فأنت بتنفي صفة مهمة جدا الله عز وجل اختص بيها، إحنا اختصنا بيها، اللي هي الصفة الآدمية. الصفة الآدمية ربنا اختصنا بيها عشان ادانا العقل، فلازم نعمل هذا العقل قبل ما أكون رأي وقبل ما أقول رأي معين، ما بقاش تقليد أعمى. لأن لو تقليد أعمى هيبقى مش نقاش واختلاف للوصول إلى الحق، ولكن هيصبح نزاع ممكن يؤدي بنا إلى صراعات. إحنا عايزين نختلف بلا صراع. طيب، في سبب تاني برضو، سبب سلبي ممكن يؤدي إلى صراعات، وهو إيه السبب ده؟ طيب، السبب ده هقوله لكم، السبب التاني هقوله لكم بس بعد ما أحكي قصة معينة. القصة دي بتقول إن الأخنس، واحد من أهل من قريش، اختلى بأبي جهل، فبيقول له: يا أبا جهل، أصدقني القول، ما أحد هنا غيري وغيرك من قريش، أمحمد صادق أم كاذب؟ سيدنا محمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: قال: ويحك، إن محمد لصادق، وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو هاشم باللواء والسقاية والنبوة فماذا بقي لنا؟ أو ماذا بقي لسائر قريش؟ يعني إيه؟ الفكرة هنا، هو أبو جهل عارف إن سيدنا محمد صادق، لكن هو مش عايز يقول ده، وبيختلف معاه وبيتنازع معاه عشان بنو هاشم ما يبقاش عندهم شرف لواء العرب وسقاية الحشيش وكمان النبوة. يعني بيختلف معاه بس للحسد والحقد، أنا مش عايز الحق
يظهر على لسان حد غيري. انا مش عايز اللي قدامي وانا بتناقش معاه يبقى هو احسن مني، مش لازم يطلع هو احسن مني، لازم انا اللي ابقى مظبوط، لازم انا اللي ابقى احسن، فانا بحسده حتى لو الحق على لسانه. فده نوع من الاختلاف يؤدي الى نزاع، فدي انواع من الاختلافات السلبية. طيب انا مش قادر وبتناقش مع شخص بيقلد وخلاص وما بيعملش العقل، او بتناقش مع شخص وبختلف معاه وبيدار ما بيننا حوار ونقاش، وبرضه انا عارف ومتأكد المشكلة عنده مش اللي هو مش مصدق او مش واصل الحقيقة، المشكلة عنده اللي هو مش عايز الحق يظهر على لسانه، هو مش قادر يتقبل ده. طب الحل ايه؟ الحل برضه علمهولنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو وصلت لمنتهى الشيء مع شخص بهذه الطريقة ويجادل للجدال، واحد انت متأكد ان هو بيجادل للجدال، هو مش فاهم هو بيقول ايه بس بيجادل وخلاص ما بيعملش العقل، او بيجادل وخلاص عشان ما يوصلش الحق على لسانك او لسان اي حد تاني غيره، ده دي حل واحد بس. الحل ده ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، حتى لو كنت على حق فاطلق اترك المراء. ايه هو المراء يا جماعة؟ المراء هو الجدال. لو وصلت في اختلافك مع الآخر، في حوارك مع الآخر، إن ده جدال للجدال مفيش منطق فيه ولا فيه إعمال للعقل، من فضلك اترك هذا الجدال حتى لو كنت محق. وده اللي علمه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب في سبب تاني، في سبب تالت. مش تاني بقى، السبب التالت وده مهم جدا، وده من أسهل الأسباب اللي إحنا ممكن نتغلب عليها، وده ممكن بطريقة إيجابية اللي إحنا ننهي الصراع والاختلاف فيه. السبب ده بيقول، بس هقوله لكم بعد القصه دي. القصه دي بتقول ان جابوا 3 اشخاص فاقد البصر زي ما احنا شايفين، كل واحد فيهم مسك جزء من اجزاء كائن، هم ما عرفوش اللي ده فيل، ما حدش قال لهم. فالاولاني مسك جسم الفيل، الثاني مسك خرطوم الفيل، الثالث مسك ديل الفيل. فسالوا الاولاني، قالوا له انت ماسك ايه؟ قال لهم انا ماسك صخره كبيره. الثاني انت ماسك ايه؟ قال لهم انا ماسك خرطوم ميه. التالت قال لهم انا ماسك مقشه. طيب الحقيقه اللي كلهم ماسكين اجزاء من الفيل، بس هم ما شافوش الرؤيه كامله. لكن لو نزعنا النظارات السوداء دي من على عينيهم وشافوا الرؤيه كامله، هنلاقي الموضوع اختلف تماما. طب انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل لاحيانا انت بتختلف وتتنازع مع الاخر عشان انت مش مكون رؤيه كامله عن موضوع معين، فبتاخد احكام وتبدأ تتناقش مع شخص وتتنازع معاه وانت مش عارف جوانب الموضوع من كل اتجاهاته. عشان كده كتير قوي يعني تلاقي مثلا نزاعات في البيوت وفي الاسر وتلاقي شخص ياخد حكم سريع. لا، من فضلك قبل ما تسمع من هنا اسمع من كل الاطراف. مش كانوا القضاة فيما قبل اما يجي لهم واحد يقول لك فقعت عيناي، فيجي واحد متسرع يقول له احكم على اللي فقع عينه اللي احنا عليه القصاص، فيقول القاضي انتظر فربما هذا فقع للآخر عينين. فلازم تنتظر وتلم معلومات عن كل جوانب الموضوع قبل ما تصل للصراع والنزاع مع الآخر، فادي لنفسك فرصة لده. فدي أسباب من أسباب الاختلافات. طيب احنا عايزين دلوقتي نتعلم أسس الحوار في الإسلام. أنا عايز أتحاور بأسلوب راقي، وما أحوجنا لده دلوقتي. كلنا احيانا دلوقتي بنتنازع مع بعض اما نيجي نخش في حوار معين، حوار سياسي، حوار مجتمعي، حوار مع بعض في حاجات شخصيه، محدش فينا بيتقبل الاخر ومحدش فينا بيسمع الاخر. طب احنا عايزين نتعلم ازاي ندير حوار راقي، واحنا محتاجين لده قوي 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 في بيوتنا وفي حياتنا ومع اصدقائنا. طيب نتخيل ان الحوار الراقي ده موجود في الاسلام. في حوار راقي موجود في الإسلام، إزاي تتحاور مع الآخر وإزاي تخرج من هذا الحوار دون نزاعات. وإحنا ماشيين يا جماعة كمان هنطلع هذا الحوار الراقي من القرآن الكريم، نتعلم هذا الحوار وهذه الخطوات من القرآن الكريم. طيب ناخد أول حاجة، عايز تبدأ حوار من فضلك حط قاعدة كده قبل ما تبدأ اسمها التزام الصدق. أما تيجي تتحاور مع حد من فضلك حط قاعدة اللي انت تلتزم الصدق، ما تبدأش تتحاور على شيء غير حقيقي اصلا. ما ينفعش تقول شيء غير حقيقي وتصدقه وكمان تدافع عنه حتى لو كان
في هلاكك، من فضلك الصدق من جاء، الصدق من جاء. طيب خلينا نوضح كده من الحوار القرآني ازاي اللي انت بتقوله ده. طيب فاكرين فرعون لما قال لسيدنا موسى، سيدنا موسى جاي بيعرض عليه اللي هو يعبد المولى عز وجل، طيب يجي فرعون يعمل ايه؟ يخرج عن الموضوع خالص ويبدأ يتهم ويفكره بأشياء هو عملها. فبيقول فرعون: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. طيب فرعون دلوقتي بيتحاور مع سيدنا موسى وبيهاجمه، بيقول له احنا مش ربناك ولبثت فينا من عمرك سنين. وتكملة الآية دي بتقول: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. طيب دلوقتي قال له: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. نتخيل كده سيدنا موسى رد عليه قال له إيه؟ حد فاكر يا جماعة سيدنا موسى رد عليه قال له إيه؟ سيدنا موسى رد عليه قال له: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يعني سيدنا موسى ما بدأش يبرر ولكن كان صادقا، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، اعترف وفررت منكم لما خفتكم. وبعد كده رجع لموضوعية الحوار، لأن فرعون كان بيحاول ياخده بره الموضوعية عشان يخليه يكذب، ولكن سيدنا موسى كان صادق ورجع تاني إن ربنا عز وجل أنزل عليه الحكمة، وهيبدأ تاني يرجع إلى الدعوة اللي أمروا بيها المولى عز وجل. يبقى أول قاعدة اسمها الصدق، دايما لما بتتناقش مع شخص كن صادق. نحكي لكم قصة بمناسبة موضوع الصدق من جاء. القصة دي بتقول إن واحد راجل كان في الطريق، وقف في قطاع طرق بدأوا عايزين يسرقوه، فالراجل هرب منهم بيجري بيجري، وهو بيجري كانوا في غابة فلقى حطاب. حطاب ده كان عامل كومة من الحطب والخشب، فقال له: أنا في قطاع طرق بيجري ورايا، من فضلك خبيني. فالحطاب قال له: خش جوه الكومة دي تتخبى جواها. جم جماعة قطاع الطرق دول بيسألوا الحطاب: ما شفت الشاب بالمواصفات الفلانية دي؟ قال لهم: اه شفته، هو موجود جوه الحطب ده. فطبعا استغربوا جدا ازاي الراجل بأول ما بنسأله بيقول كده، وازاي اصلا شخص هيتنفس داخل الحطب ده. قالوا: الراجل ده مجنون، وسابوه مشي. خرج الشاب من جوه الحطب بعد ما هما مشوا، مسك في رقبة صاحبنا الحطاب قال له: انا اطلب منك اللي انت تخبيني وانت تعمل فيا كده تدل عليا. قال له: اصمت، فالصدق من جاه، الصدق نجاك. احكي لكم قصه لان الموضوع ده مهم جدا 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 يا جماعه، ان انت تكون صادق في الحوار وصادق مع الاخر حتى يكون في احترام متبادل ويكون في اساس للحوار. تاني، القصه دي بتقول ان قصه اسمها جيم والبذره. قصه جيم والبذره دي بتقول ان شخص عنده مؤسسه كبيره، هو رئيس مجلس اداره الشركه، شركه معينه، ولكن هو وصل لسن معين وقال: انا خلاص انا هسيب الفرصه للشباب وهولي حد من شباب الادارات، مديرين الادارات، حد هو اللي يتولى الشركه. عمل اجتماع وجاب مدير كل اداره وقال لهم: بصوا يا جماعه، انا هتنازل عن اداره الشركه لحد فيكم واختار بناء على اختبار معين. الاختبار ده بيقول ان انا هدي كل واحد فيكم بذور معينه، كل واحد يعتني بيها ويكبرها، ويجي لي بعد 6 شهور هشوف النتيجة بتاعت كل واحد فيكم، وبعد كده هاخد قرار. وادى كل واحد بذور معين. طيب بدأ كل واحد يعتني بالبذور، وكان من ضمنهم شاب اسمه جيم، كان مدير من المديرين، يعتني بالبذور كل يوم، والبذرة ما بتطلعش أي زرع. تاني يوم ما بتطلعش، تالت يوم، الشهر عدى، شهرين عدى، وهو بيجي كل يوم الشركة يسمع من أصدقائه إن يا سلام كل واحد فيهم طلع زرع معين، والزرعة بتاعته أنبتت ثمرة معينة وورد معين، وهو مكسوف جدا. عدت 6 شهور وجه ميعاد الاجتماع، هو كان مكسوف اللي هو يروح يقعد مع مديره يوريه المنظر ده، لان هو اقل واحد. وهو جه اليوم وهم داخلين لقى كل واحد من زملائه ماسك زرعه فظيعه وجميله، واللي طلع فيها ثمار واللي طلع فيها ورود، وهو مفيش، البذره مش مطلعه اي حاجه. وكان بيتقدم لمديره وهو بيقدمها، هو خجول جدا. المفاجاه ان المدير صاحب المؤسسه قرر ان جيم هو اللي هيتولى قيادة المؤسسة، لأن ببساطة هو قال لهم: أنا اديت لكم كلكم بذور فاسدة لا تنبت زرع. فجيم هو الوحيد اللي كان عنده صدق وأمانة. فالصدق من جاء، والصدق يعلي القدر. فلو هتبدأ حوار بلا صدق من فضلك ما تبدأوش أحسن. طيب
خلينا نشوف القاعدة التانية أو الخطوة التانية مهمة في آداب الحوار في الإسلام. بتقول إيه؟ التزام الموضوعية. يعني إيه التزام الموضوعية؟ يعني إيه التزام الموضوعية؟ طيب، مش إحنا أحيانا كتير قوي تقعد في حوار معين ونبدأ نتكلم، فإحنا جايين عشان نحل مشكلة معينة، بنتكلم في المشكلة دي نلاقي نفسنا خرجنا بره الموضوع وقعدنا نتكلم في مشاكل فرعية تماما ونخرج محلنا الرئيسية. كام واحد بيحصل له كده يا جماعة؟ كام واحد اللي حصل له كده يدوس اتنين؟ أنا أولكم دايما بيحصل لنا كده. طب الحل إيه؟ الحل التزام الموضوعية. يعني إيه التزام؟ خلينا برضو ناخد كيس أو حالات من القرآن الكريم، إزاي القرآن الكريم بيعلمنا التزام الموضوعية. بصوا كده قوم سيدنا نوح بيقولوا له إيه؟ إنا لنراك في ضلال مبين. خلاص؟ دلوقتي سيدنا نوح قاعد بيتناقش مع قومه وبيتحاور في موضوع معين. هو موضوع إيه؟ موضوع الرسالة واللي هم لازم يؤمنوا بإله واحد. كويس؟ بدأوا يخرجوا بره الموضوع ويشتتوه عشان ما نحلش الموضوع الرئيسي وما نتناقش في الموضوع الرئيسي ونخرج بره الموضوع، فبيتهموه بالضلالة، بيقولوا له إنا لنراك في ضلال مبين. بدأوا يهاجموه هو كشخص، مش بيهاجموا الفكرة والمبدأ، مش قادرين يتناقشوا في الفكرة والمبدأ، خرجوا بره الموضوعية. وده تكنيك يا جماعة لمقاومة التغيير ومقاومة الحوار الصادق الراقي، اللي أنت تهاجم الشخص. وده بيحصل لنا كتير. بقى شخص ناجح تلاقي الناس الناقمة عليه تروح مهاجم الشخص نفسه مش الفكرة نفسها. طيب هما بيعملوا كده، لعبوا اللعبة دي مع سيدنا نوح، بيقولوا له إنا لنراك في ضلال مبين. بص بقى رقي القرآن اللي بيعلمنا ازاي سيدنا نوح كان موضوعي وعادل الموضوع الرئيسي. قال ايه؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. طيب يعني ايه؟ يعني جاوب عليهم. القرآن بيعلمنا اللي احنا نجاوب عليهم ازاي؟ بكلامهم، يعني بياخد الكلمة ويرد بيها ولا يسترسل، ورجع تاني للموضوع. قال يا قوم، هم بيقولوا إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة، خلاص قفلنا الموضوع ده. نرجع بقى لموضوعنا، ولكني رسول رب العالمين. فهي دي الموضوعية. ما تشتتش نفسك وانت قاعد في حوار تتناقش للوصول إلى الحقيقة. زي بالظبط برضو الآية اللي احنا قريناها قبل كده لما فرعون بيقول له وفعلت فعلتك التي فعلت، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. وبعد كده رجع تاني قال فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين. احنا في موضوع معين، ما تشتتش نفسك، خد من الكلام ورد عليه، وبعد كده ننتقل تاني للموضوع أو الشيء الرئيسي اللي احنا بنتناقش فيه. طيب الخطوة الثالثة، وانت بتتحاور مع شخص وفي ما بينكم خلاف، عايز الخلاف ده يبقى خلاف راقي على مبدأ، لازم تكون معاك إقامة الحجة بالمنطق السليم. يعني ما بقاش بجادل المجادلة وخلاص، لازم يبقى معايا دليل ومنطق. فأنت أصلا لو أنت صادق في الحوار المقام بينك وبين الطرف الآخر، وكمان موضوعي بتتكلم في حل مشكلة معينة، بالتبعية لازم يبقى معاك دليل ومنطق. طيب خلينا ناخد برضو مثال من القرآن الكريم. تعالوا كده نستمع إلى قول المولى عز وجل حينما قال، ده كان حوار سيدنا إبراهيم مع الملك اسمه النمرود. قال المولى عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب عايزين نوصل لإيه هنا؟ هي القصة كالآتي، سيدنا إبراهيم كان مع النمرود، النمرود بيقول له إيه دليلك اللي في ربنا؟ سيدنا إبراهيم بيقول له الله عز وجل يحيي ويميت. فالنمرود عمل حاجة لطيفة جدا، راح جايب واحد اتنين من الحجز وأمر على واحد بالإعدام والتاني أطلق سراحه قال له أنا أحيي ويميت. هنا العجيب بقى اللي عمله سيدنا ابراهيم واللي بيعلمه لنا الحوار القراني الراقي، ان سيدنا ابراهيم معاه ادله وبراهين كثيره جدا، ما دخلش في جدال للمجادله. كان ممكن ببساطه يخش مع هذا
الرجل يقول له لا اصل دي مش احياء واماته، الاحياء واماته ان شخص يموت وبتبدا تحيي. لا لا لا، هو سيدنا ابراهيم واقف على ارض صلبه، وسيدنا ابراهيم واقف على رساله قويه معاه ادله وبراهين في الحوار، فقال له ان الله عز وجل ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. ايه اللي حصل؟ فبهت الذي كفر، لان في اقامه حجه ودليل ومنطق، مش بتكلم وبختلف مع اللي قدامي بس للخلاف والنزاع، ولكن الاصل ان انا عايز اوصل الى الحقيقه. عشان كده الخطوه الرابعه المهمه جدا 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 لما تكون في نقاش وفي خلاف مع الطرف الاخر، خلي دايما خلافكم ونقاشكم الهدف منه الوصول الى الحق، الهدف منه الوصول الى الحق. يعني ايه الهدف منه الوصول الى الحق؟ زي بالظبط الخلاف اللي كان ما بين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في موضوع جامع القران. هما الاثنين كل واحد فيهم ليه راي، بس الهدف ان هما يصلوا الى الحق. خلافهم في قتل المرتدين، سيدنا عمر يرى لا بلاش نشتت القوات دلوقتي المسلمه، سيدنا ابو بكر بيقول لا، لو والله لو نقص عقال واحد مما كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا هحاربهم عليه. الاثنين مختلفين، ولكن الاختلاف الهدف منه رضاء المولى عز وجل، الهدف منه ان احنا نصل الى الحق. خليني برضه اوضح المعنى ده اكتر في كلمات للشيخ الغزالي رحمه الله عليه، بيقول فيها ايه؟ الامام الغزالي في كتاب احياء علوم الدين بيقول فيها ايه؟ يجب على المتحاور ان يكون كناشد الضاله، لا يهم أن تظهر على يد أحدهم، لا يهم أن تظهر على يد أحدهم أو على يد معاونهم، ويرى رفيقه معاونا له لا خصما عليه. وهكذا كانت مشاورات الصحابة. يعني إيه؟ خلينا نوضحها كده بمثال بسيط. هفترض النهارده يا جماعة إحنا نازلين خارجين مع بعض مجموعة أنا وحضراتكم، وإحنا ماشيين مفتاح شقتي ضاع، حضراتكم مشكورين، قلت والله احنا هنساعدك يا عمرو ان انت تدور على مفتاح الشقه. فبدانا ندور، فجي مثلا استاذ مجاهد لقى المفتاح، فاما لقى المفتاح بيدوني قلت له لا 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 مش هاخده، لازم المفتاح ده انا اللي الاقيه مش هو مفتاح شقتي. هو ده بالظبط اللي بيحصل ما بيننا لما نيجي نتحاور. مش مهم، مش مهم المفتاح يظهر على ايد مين، هو الاصل ايه؟ المستهدف ايه؟ المستهدف اللي انا بات في بيتنا يا جماعه ما نمشي في الشارع، ده الاصل. فخلي برضو مستهدفك في الحوار والنقاش مع الآخر الوصول إلى الحق، مش لازم يظهر على لسانك أنت، مش لازم يبقى معاك أنت. عشان كده الإمام الشافعي كان بيقول ما نظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسانه، ووددت لو ينتفع الناس بعلمي دون أن ينسب إلي منه شيء. مبقاش داخل بتوجه معين، انا لازم انا اللي اغلب. هو مش حرب، هي مش حرب يا جماعه، هي بالظبط نقاش للوصول الى الحقيقه، لا يهم ان تظهر على يد احد. طيب ننتقل للخطوه الخامسه. الخطوه الخامسه بتقول التواضع والالتزام، بس قبل ما انتقل للخطوه الخامسه برضو لازم وانا بتحور هي وين وين، انا اكسب واللي قدامي يكسب، مش لازم انا اكسب واخسر اللي قدامي. بس خلينا نعدي دي سريعا عشان ننتقل للنقطه الخامسه المهمه قوي، اللي هي التزام التواضع وعدم الكبر اثناء النقاش. اثناء النقاش يعني ايه التزام التواضع وعدم الكبر؟ طيب خلينا نوضح برضو التزام التواضع وعدم الكبر بمثال، برضو المثال من القرآن. فاكرين ده؟ ايه ده يا جماعة؟ فاكرين الهدهد؟ هدهد سيدنا سليمان. هدهد سيدنا سليمان، أما سيدنا سليمان تفقد الطير ما لقاش الهدهد، كويس؟ طيب بدأ سيدنا سليمان يتوعد الهدهد لحد ما جه الهدهد قال له ايه؟ متخيل الهدهد يا جماعة بيكلم سيدنا سليمان، سيدنا سليمان ده أعظم ملك عرفته البشرية، ربنا سخر ليه الطير والجن والإنس والرياح وكل شيء. تخيل هدهد بيقول له إيه؟
بيقول له أحط بما لم تحط به علم. يا ده انا يعني، ده انت لو ده يعني لو انت مدير في مكان وحد جه قال لك انا عارف حاجه انت اصلا ما تعرفهاش، انت ممكن تقوم الدنيا وتقعدها. سيدنا سليمان عمل ايه؟ تقبل وسمعه. تقبل وسمعه ليه؟ لانه كان متواضع عند سماع الحق. وبرضه عشان في شق تاني، الشق التاني ان الهدهد التزم بالخطوات اللي احنا قلناها الخمسه اللي فاتت، الاربعه اللي فاتت. اول خطوه الهدهد كان بيتناقش عن صدق، كان صادق في كلامه لانه فعلا احاط بشيء سيدنا سليمان ما كانش عنده علم بيه، اللي ملكه سبأ بتاع هي وقومها بيعبدوا الايه؟ الشمس، فكان صادقا. دي الخطوه الاولانيه لو فكرنا مع بعض. الخطوه الثانيه هو كان بيقيم الحوار على الموضوعيه، بيتكلم في موضوع معين، موضوع الرساله والهدايه للمولى عز وجل. الحاجه الثالثه اللي هو معاه حجه ودليل، الحجه والدليل على كلامه ان اسم المملكه واسم الملكه اللي موجوده في سبأ اللي هم بيعبدوا. عشان كده سيدنا سليمان تقبل منه لانه كان متبع الخطوات السليمه للحوار، وكان عنده منطق ودليل وحجه وموضوعيه في الحوار. عشان كده سيدنا سليمان التزم التواضع. فمن فضلك لما تيجي تتحاور مع شخص التزم التواضع، مفيش حد فينا افضل من سيدنا سليمان، ولا حد فينا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتواضع وكان يستمع للصغير والكبير. فخلي قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيستمع الى معارضيه. عشان كده الخطوه السادسه من اداب الحوار في الاسلام، وهي إعطاء حق المعارضة للآخر. يعني يا أخي خلي الناس تقول رأيها المخالف ليك، إيه المشكلة يعني؟ يعني ما فيهاش مشكلة خالص، اسمعهم، اديهم فرصة، على الأقل اديهم فرصة، أنت تقتنع أو ما تقتنعش ده موضوع بعد كده، بس لازم تدي للشخص الذي يخالفك فرصة للمعارضة، مش دايماً أنا وان واي، مش عايز حد تاني يتكلم، أنا بس اللي أتكلم، الناس تسمعني، ولو حد قال رأي عكسي انا ما بديلوش فرصه اصلا ان هو يعارض. ده انا هفاجئ بمفاجاه غريبه جدا يا جماعه، الله عز وجل اعطى حق المعارضه لابليس، واحنا بنتكبر مش قادرين ندي حق المعارضه لبشر زينا. قال المولى عز وجل: قال يا ابليس ما لك الا تكون من الساجدين. خلاص ابليس بدأ يعارضك، بيقول ايه؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. وفي آيات أخرى قال إبليس: أنا خير منه. وفي آيات أخرى قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا، بل بالعكس كمان، الله عز وجل أما إبليس طلب مهلة قال أمهلني، فالله عز وجل أمهله وهو معارض، يعني سابه حتى يطبق معارضته دي، مش قمعه، لأ، سابه يطبق هذه المعارضة واداله فرصة اللي هو يقول المعارضة بتاعته، وكل واحد يتحمل النتيجة. النتيجة دي مش بتاعتنا، النتيجة دي عند ربنا. فمن فضلك ادي حق المعارضة للآخر. فهم دول 6 خطوات من أعظم الخطوات اللي احنا نتعلمها. ليه؟ لأنها خارجة من كتاب المولى عز وجل، الحوار القرآني الراقي. الحوار القرآني الراقي، احنا السنة دي في شهر رمضان، وانت بتقرا في القران تامل كده الحوارات اللي انت بتشوفها في القران، هتتعلم كتير قوي من الحوار القراني الراقي. يبقى اول حاجه التزام الصدق، تاني حاجه الموضوعيه، تالت حاجه ايه يا جماعه؟ ها نشارك مع بعض، فاكرين ولا لا؟ صدق، موضوعيه، الحجه بالدليل والمنطق، ايه تاني؟ الهدف الوصول، ان يكون الهدف الوصول الى الحقيقه. نمرة 5 التزام التواضع، 6 المعارضه. لم يبقى الا جمل مهمه جدا نضعها في اذهاننا. قال احد الحكماء: ان الحق لم يصبه الناس من كل وجوه، ولكن اصاب بعضهم جهه واصاب الاخرون جهه اخرى. ودايما عيش مع الآخر
اللي انت تحط له رصيد، خلي ارصده، حط ارصده عند الناس يا جماعه، عشان لما حتى تتحاور معاهم وتخرج عن اطار الحوار وتصل النزاع، ما تبقاش الناس بتسحب منك على مكشوف، يبقى في ارصده الناس تتقبل منك حتى لو انت خرجت بره الاطار. برضو هناخد بعض الكلمات مهمه، كن مهتما تكن مهما، قبل ما تبقى انت عايز تبقى مهم، اهتم بالاخر عشان يتقبل منك الحوار والخلاف، لكي تكون هاما لابد ان تكون مهتما، اجعل الاخر يحس دائما باهميته، وده برضه هام جدا في اداب الحوار. اللي انت انزل كما قال صلى الله عليه وسلم، انزلوا الناس منازلهم. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه قال ايه؟ قال من دخل البيت الحرام فهو امن، ومن دخل بيته فهو امن، ومن دخل بيت ابو سفيان فهو امن. السؤال هنا، طيب هو في احتياج للدخول لبيت ابو سفيان؟ ما هو كل واحد لو دخل بيته خلاص هيبقى في امان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حب ينزل سيد ابو سفيان منزله معينه، وكان من الاسباب اللي خلت ابو سفيان دخل الاسلام. فانزلوا الناس منازلهم، حتى لو انت بتختلف معاه ما تقللش من قدر شخص بتتناقش معاه. السؤال بقى المهم كمان، لماذا نتكلم دائما عن ما نحب؟ انت تحب ما تحب وسوف تحبه دائما، ولكن محدثك قد لا يشاطرك هذا الحب. اذا فطريقة التأثير في الآخر هي أن تحدثه فيما يحب. طيب أنت هتبدأ تتكلم مع شخص في موضوع معين عشان تحل مشكلة، قبل ما تبدأه حاول تتكلم في حاجات مشتركة، حاول تتكلم في حاجات الشخص اللي قدامك بيحبها. لو هو بيحب الكورة وأنت بتعرف فيها شوية، إيه المشكلة اتكلم معاه في الكورة شوية. المهم تتكلموا في شيء مشترك تكسب بيه الآخر قبل ما تصلوا إلى نقطة الخلاف، وهتتناقش في نقطة الخلاف بس تقرب مع الآخر إلى نقطة التلاقي قبل الانتقال إلى نقطة الخلاف. ليه؟ لأن عندما تناقش أحدا لابد لا فلا تبدأ بالمختلف عليه ولكن بالمتفق عليه. إذا كان هناك سر واحد للنجاح فذلك هو القدرة على إدراك وجهة نظر الآخر. حط نفسك مكان الآخر قبل ما تختلف معاه. يمكن الجملة دي تلخص لنا حاجات كتير، بتقول إذا أتيت إلي وقد طبقت قبضتك، يعني مجهز إيدك كده اللي أنت هتديني بالبوكس، فإني أعدك أن أطبق قبضتي بأسرع مما فعلت. أما إذا أتيت إلي قلت دعنا نتبادل الرأي، فحتى إذا اختلفنا فلن نلبث أن نجد أننا لم يبعد كثيرا أحدنا عن الآخر. يعني بلاش تيجي تتناقش مع حد او تيجي تحل مشكله او تيجي تتكلم مع حد في موضوع معين تبقى متحفز لرايك ومتحيز، قول احنا جايين هنتبادل الراي وربما كل واحد فينا يستفيد من الاخر. اسعى ان تفهم اولا ثم ان تكون مفهوما، وتذكر جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. هختم بحاجة جميلة جدا، فطنة الحديث وفطنة الحوار. شوف الجمال في الحوار. حينما سئل سيدنا العباس أنت أكبر أم النبي؟ فقال هو أكبر مني ولكني ولدت قبله، هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. يعني إيه؟ يعني عايز يقول إن قدر النبي عالي جدا، مش عايز يقول اللي هو السن أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقعد القدر عالي فبيقدر بفطنة الحديث اللي هو يكسب اللي قدامه. فتحلوا يا جماعة بأداب الحوار، وبدعي نفسي قبلكم السنة دي إن شاء الله بإذن الله، ونحن نقرأ القرآن نتعلم من الحوار القرآني الراقي، ونتعلم حينما نتناقش ونتكلم مع بعض ما نخسرش بعض، ودايما نفكر إن إحنا هنبدأ الحوار بالصدق والموضوعية والحجة والدليل والهدف الوصول إلى الحق والتعارض، وإن شاء الله بإذن الله كل واحد فينا هيعطي حق المعارضة للآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مشكوركم جدا، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي الأسبوع الجاي في محاضرة تانية جديدة. في بعض المحاضرات ليا يا جماعة على اليوتيوب، لو نخش على عمرو سكر بالعربي أو بالإنجليزي هتلاقوا محاضرات، وفي بعض حلقات من برنامج على الراديو على إذاعة البرنامج العام.
واللي يحب برضو في برنامج مع راديو رسالة، هبعت لكم اللينك بتاعه، بيجي كل يوم من 12، اسمه كلمات ومعاني. البرنامج ده بيجي كل يوم من 12 ل 12 وربع، هو ربع ساعة بالظبط، ده ظهرا، ومساء أو فجرا بيجي من الساعة 2 وربع ل 2 ونص، اسمه كلمات ومعاني. ثواني بالظبط وهبعت لحضراتكم اللينك بتاعه. وطبعا الايميل بتاعي موجود لحضراتكم، ده ايميل الياهو، اللي حابب يبعت يستفسر عن اي حاجه في يوميها او تاني يوم بكتير قوي هتلاقيني برد عليه ان شاء الله باذن الله. اتمنى يكون في تواصل متبادل، واتمنى يكون الحمد لله ان شاء الله باذن الله يكون كان في استفاده متبادله. ده اللينك يا جماعة بتاع راديو رسالة، كل يوم من الساعة 12 12 وربع ظهرا، أو من 2 وربع ل 2 ونص فجرا، برنامج كلمات ومعاني كل يوم في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.